كبيرة قوي. شوف الاسم ده العميد أحمد حسن. بالثمانيات مع الكابتن أحمد حسن على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. معايا طبعا الصديق العزيز, وهو دايما عامل حالة, يعني دايما عامل حالة ودايما كده حواليه جدليات دايما كتير, ولكن طبعا أكيد كلنا بنعتز بيه, وأنا على المستوى الشخصي طبعا أكيد صديق ليا وبحبه, كل المجموعة اللي كانت موجودة وملك الحركات. يا ميدو عامل ايه؟ عميدو لغوري فرحة بزيك. كله تمام الحمد لله. بتعجبني وانت مؤدب كده, وعارف انت يعني الادب كده مش متعودين عليك كده, يعني خلاص ما انت قلت وانا بايع سبح. ولا يعني انت كنت, ولا يعني انت كنت بتيجي تأمنا في في المعسكرات؟ طمنا عليك يا اخويا. حبيبي يا كابتن احمد ازيك؟ كله تمام الحمد لله. والله الحمد لله تمام. يعني اكيد كل الناس حابه تسمع وجهه نظرك, واكيد يمكن حاله حصلت في الفتره الاخيره, ولكن يمكن كلنا اتكلمنا وكلنا قلنا اني وعجبني حاجه مهمه جدا يا ميدو, يعني دايما حتى رغم ان انا دايما بقول ميدو دايما بيحب يبقى هو حاله جدليه ما بينه وبين الناس, ولكن عجبني انك انت طلعت قلت اه طبعا احنا في جزء طبعا يحسب علينا, ولكن في الاول وفي الاخر احنا قاعدين بنتكلم كاصحاب مع بعض واصدقاء مع بعض. لو انت حابب تتكلم في الجزئيه دي, انا الموضوع خلاص, الموضوع بالنسبه لي موضوع خلاص وانتهى وبكل الحاجات اللي فيه, انما انا يمكن انا عايز اتكلم معاك في جزئيات تانية, ولكن لو انت حابب تتكلم في النقطه دي. لا يعني طبعا انا حابب اتكلم في جزء معين من الفيديو المشرف اللي حصل من اول سبورت. ان يعني للاسف امبارح طلع اخبار ان تم استبعاد المحللين من الاستوديو والكلام ده, طبعا بناء على الفيديو المسرب, وده طبعا من قناه اول سبورت يعني امبارح اكدته في بيان ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه, وان قناه اول سبورت بتعتز بنجومها ومحلليها وكوادرها, ولكن كان في بلان معمول للتريب دي والسفريه دي قبل ما نسافر, ان احنا انا وحازم وكابتن مجدي هنعمل المباراه الاولى فقط, ثم بعد كده كابتن مجدي هيتوجه على اوكرانيا, هو موجود في اوكرانيا دلوقتي, وحازم مكمل الرحله كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره من المدرج, وانا يعني مكمل على رياضه 24 كتحليل للمباراه الثانيه مباراه اليونان. تمام. كنت مستعد جدا ان الكلام ده تردد امبارح, وكان مهم جدا ان انا اطلع اوضحه, ووضحته النهارده وباكد توضيحه مع حضرتك في البرنامج, ان احنا مفيش اي حاجه من الكلام ده, والحمد لله اول سبورت اكد الكلام ده, وعلاقه طيبه بينا جميعا, واحنا بالنسبه لنا زعلانين ان الفيديو ده طلع واصير ضجه حواليه كبيره جدا, وزعلانين ان الفيديو يعني يخرج من المكان اللي احنا شغالين فيه, ولكن احنا بس انا عايز اقول لك على حاجه ميدو برضه, عشان من طبعا اكيد احنا كلنا ضد ان اي حد يعني خصوصيات الناس, ضد ان اي حد طبعا يعني طبعا يسربها والكلام ده وكده, ولكن خليني اقول لك ان دايما الفيد اللي هو بيبقى جاي عن طريق القمر الصناعي ده بيبقى فيه مشكله وبيبقى فيه ازمه, بيبقى فيه ازمه لان بيقدر اي حد ان هو يدخل عليه وان هو ياخده طبعا. لا مش حقيقه, لا لا لا, لا. دليل على كده ان في قنوات ثانيه كلها عمر ما بيحصل الكلام ده, لا هو بيبقى الفيد ده موجود بس لازم يبقى سكيور, لازم يبقى متامن. طبعا طبعا, ولكن المشكله ان احنا عندنا ما كانش متامن. طبعا دي فلوس بنتعلم منها, وان الناس بالفلوس بنتعلم منها ان احنا نقهوى نفسنا ان احنا لازم ان يبقى في حرص اكبر داخل الاستوديو حتى في الفواصل, ومن ناحيه القناه اللي لازم يبقى متامن بشكل افضل, ولكن كل دي نقاط هنتكلم فيها ان شاء الله في اجتماعاتنا لما نرجع من مصر, ان احنا عندنا وعد من اداره القناه ان في تحقيق موسع بيتم دلوقتي, وان في اقرب وقت ممكن ان شاء الله هيتم الاعلان عن نتيجته ومين اللي كان سبب في تسريب هذا الفيديو. طيب يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى ان الموضوع ما يكونش فيه ازمه وما يكونش فيه مشاكل, وطبعا يمكن اداره القناه طبعا اكيد هي متفهمه ده بشكل جيد, يمكن ناس كتير طبعا عايز اخدك في حاجات كوميديه والله, بس الوقت مش يعني مش قادر يعني, فخليني طيب ايه, لان انا عمال بقى كومنتات تجيلي, مش عايز اقول لك الناس كلها بتتساءل يعني على حاجات كتير واسئله كتير الناس بعتها لي, ولكن خليني طيب اقول لك رايك في ماتش البرتغال, والنهارده في كوبا عامل حوالي 10 تغييرات في المنتخب, فانت شايف ان ده
شيء ايجابي ولا ممكن يبقى شيء سلبي على المنتخب، وايه اللي هيختلف في مباراه مصر النهارده امام اليونان عن البرتغال؟ انا شايف ان احنا لعبنا 80 دقيقه بشكل جيد جدا امام البرتغال، ولما التغييرات حصلت حصل نوع من عدم التوازن في الفريق، وانا شايف ان في جزء كوبر في صح ان هو كان عايز ان هو يتفرج على لعيبه ماتش مهم واحتكاك كبير زي فريق كبير زي فريق اوروبا زي البرتغال، ولكن في لعيبه لو ما تنزل 10 دقائق 12 دقيقه اللعيبه دي تبقى محتاجه وقت عشان تاخد الريتم بتاع المباراه، وده ما قدرش ان هو يتحقق مما افقد فريق مصر التوازن في اخر 10 دقائق. الحاجه الثانيه ان كان لازم يبقى في اصرار اكبر من اللعيبه ان هم يخرجوا المباراه بنتيجه ايجابيه، لان ده كان هيدي دفعه معنويه كبيره جدا للفريق في مرحله مهمه في التحضيرات قبل كاس العالم. اما النهارده عن مباراه الامام، ماتش الامام ماتش مع فريق منافس مختلف ومستوى مختلف، ولكن ما زال الفريق جيد، ويمكن في ناس كتير مستقل لفريق الامام، لا فريق الامام ما وصلش كاس العالم، ولكن لغايه اخر مباراه كان موجود في البلاي اوف امام كرواتيا وعندهم فريق جيد جدا. انا بصراحه خايف من التغييرات الكثيره اللي حاصله، ان يبقى في هزيمه يعني تربك حسابات الجهاز الفني، لكن اتمنى ان شاء الله انها تعدي على خير، لان ماتش اي هزيمه دي بتهزك، مفيش حاجه اسمها ان هزيمه ما بتهزكش، دايما النتائج الايجابيه هي اللي بتدي دفعه وحركة على الصدام، وهي اللي بتلم الناس حواليك، وهي اللي بتخلي الاعلام ايجابي ناحيتك وحاجات كتير. فأنا خايف من التغييرات الكبيرة، لأن الناس مستقلة بمنتخب اليونان، منتخب اليونان منتخب يعني جيد جدا. لا طبعا منتخب جيد وبيعتمد كمان على السرعة والقوة، ما فيهوش نجوم ولكن هو روح عالية جدا جدا، يعني الكرة اليونانية معروفة دايما بالقوة بالظبط بالظبط، مقاتلين، وده يتعبنا احنا كمنتخب، يعني انت لما بتلاقي منتخب قدامك بيضغط وكده يتعبنا احنا كمنتخب، انما اللي بيسيب لك مساحة ده بيخلينا احنا نقدر ان احنا نتصرف، ومع التغييرات الكتير اعتقد ممكن يصعب الامور علينا اكتر واكتر. طيب يعني قول لي بقى، عايز تقول اي حاجة تاني؟ عايز تتكلم في اي حاجة تاني؟ عايز توضح اي حاجة تاني؟ وهل قابلت لعبت المنتخب ولا بلشت تقابلهم انت اليومين دول؟ لا قابلت اللعيبة طبعا بعد المباراة الأولانية، يعني طبعا قلت لهم ان هم لازم ينسوا الماتش ده ويفتكروا الإيجابيات بس، وانا حاسس يعني ان في روح طيبة جدا بين اللعيبة وبين الجهاز، وهو ده من احدى اهم النقاط اللي نجح فيها كوبر، ان هو قادر ان هو يعمل اتموسفير او جو عام جيد حوالين الفريق، ودي مش سهلة، دي محتاج خبرات كبيرة جدا طبعا، فانا حاسس ان في جو عام جيد ومناخ جيد حوالين الفريق، في اهتمام كبير جدا من اتحاد الكوره، وان شاء الله باذن الله منتخبنا في الطريق الصحيح، انا متفائل خير ان احنا باذن الله هنقدر ان احنا نتخطى الدور الاول باذن الله. طيب هل شايف ان انت يمكن اتكلمت مع صلاح اثناء وجودك معاهم في المعسكر مثلا، شفت ان صلاح تغييره في ماتش البرتغال اثر على المنتخب بشكل كبير؟ انا اتكلمتش مع صلاح ولا يعني قابلته، لكن ما اتكلمتش معاه في امنياته، ولكن ما اكيد ان اي لعيب بيبقى في الوقت ده عايز يحافظ على مكسبه وعايز يحافظ على الجون اللي هو جابه، وانا متاكد ان صلاح كان نفسه ان هو يكمل 90 دقيقه اكيد، وبما اني هو كان هيعمل كل التغييرات دي كلها، كان خلاص كان ساب اغلب اللعيبه 90 دقيقه او القوام بتاعه بالظبط بالظبط. يعني هو بصراحه التغييرات كانت يعني ليها اهداف، انا فاهمها ان كوبر عايز يكسب اوبتريتش وعايز يكسب التوازن في المعسكر، انا فاهم يعني يعني معلوم كمدرب بيفكر ازاي، ولكن كان في ريسك كبير ومخاطره كبيره او جامبلنج يعني مؤامره منه، للاسف خسرنا المؤامره دي. المغامره قصدك؟ لا مش مغامره، مقامره. مقامره يعني ومتعودناش يا ميدو ان كوبر بيعمل مكملات خالص، يعني دايما الراجل زي ما احنا بنقول ان هو دايما كلنا بنقول ان هو راجل واقعي، هو يعني ممكن يكون حاسس ان ممكن يكون حاسس ان اللعيبه اللي نازله هتبقى جاهزه اكتر من كده، وده بيحصل، يعني هو تقديره للموقف ممكن يكون خانه بعض الشيء، لكن ده بيحصل من اي مدرب، هو مدرب كبير ومدرب يعني ادار المباراه بشكل جيد، والفريق ظهر دفاعيا بشكل جيد جدا، عندنا بعض المشاكل احنا اتكلمنا فيها قبل الماتش وقلناها في الاستوديو، هنواجه مشاكل في الكور الثابته الدفاعيه،
خاصه طيب. في قوه البرتغال، ولكن ان شاء الله نصلحها فتره. عندي ناس كتير عماله تبعت لك اسئله. الاول كانت الاسئله بشكل مختلف، وبعد كده لما بدات تتكلم الاسئله اختلفت دلوقتي. يعني انت عارف الاول كانت بدايه الاسئله ناس بتتكلم في البرتغال والبرازيل ومش عارف ايه. طبعا انت انت فاهمني دلوقتي لما بدات تتكلم في الكوره اسئله الناس بدات تجي لي بشكل مختلف. طب انا بعت لك الحاجه وريها لهم. والله ما جالي حاجه، والله انت بس فاضحني على الفاضي، ما جاليش حاجه والله. وبعدين طيب بص، طيب طبعا الناس بتسال يا ميدو، يعني انت رايك مين يعني الناس بدات تبعت اهو بيقول لي مين شايفه من وجهه نظرك راس حربه لازم يكون موجود؟ هل احمد حسن كوكا ولا مروان؟ نعم مروان محسن. طيب ده يبقى انت خلاص، يبقى انت رديت على اسئله الناس. في ناس برضه تانية بعت بتقول هل ثبات حارس المرمى ده مهم في الوقت الحالي، لان احنا شفنا الماتش اللي فات الشناوي، النهارده عواد هو اللي هيكون موجود. والحاجه التانية هل النهارده صلاح لما لعب بالشكل ده قدام البرتغال وقدام كريستيانو رونالدو يسهل من تواجده مع ريال مدريد في الفتره الجايه؟ طبعا يعني طبعا مسيرته، اول حاجه السؤال الاولاني موضوع الجول كيبر، انا شايف ان الراجل بيحاول يدي الناس كلها فرص عادله، وده شيء جيد، لان احنا لسه ما دخلناش للمرحله النهائيه في التحضيرات. اعتقد في اخر ثلاث مباريات قبل كاس العالم هيثبت الجول اللي هيلعب فيه. ده رقم واحد. نمره اثنين الموضوع صلاح، طبعا مسيرته الدوليه وكاس العالم هتدي له فرصه افضل وادفانتج اكبر ان هو يكون عنده فرص، اول حاجه بالفوز بالبالون دور. لو عنده فرصه ان هو يفوز بالكره الذهبيه. نمرة اتنين ما اكيد هتساعد الظهور على المنتخب. طب انت شايف مين افضل واحد يا ميدو يحرس المنتخب في كاس العالم من وجهه نظرك؟ انا شايف ان بصراحه سؤال صعب، يعني لان الشناوي الماتش اللي فات ظهر بشكل جيد، الشناوي والزمالك لسه مش شفناش الفتره كده واقف في المنتخب عامل ازاي. طب حط لي واحد اتنين تلاته. ما اقدرش والله، صعبه صعبه. طيب ماشي، انا يعني حابب ان انا طبعا في النهايه اشكرك، و ربنا يخليك يا ميدو، موفق دايما ان شاء الله باذن الله، وشد حيلك كده وبالتوفيق. ربنا معاك. انت في اليونان ولا في سويسرا لسه؟ انا في سويسرا. لا انت لسه النهارده طالعين رياضه 24. طالع على البرتغال امتى؟ لا 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 حبيبي يا ميدو على البرازيل يعني شو البرتغال. طيب يلا عشان كلنا بنستعد لروسيا. يلا ربنا معاك كابتن ميدو، انا بشكرك جدا كابتن احمد حسام ميدو. طبعا كل الشكر، اتكلمنا في حاجات مهمه، اتكلمنا في حاجات كتير، يمكن والله انا ما بهزرش، كانت اسئله الناس عماله تيجي بشكل كده، وبعد كده لما بدا يتكلم في كوره اسئله الناس كلها اختلفت وتغيرت. خلينا مع كل مستمعينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين معاكم في الثمانيات.